انا تعرضت لعديد افكار، لا كوميسارية بغا تقبلني ولا حتى طبيب بغا يقبلني. الكلينيك اللي مشيت لها مبغاش تقبلني، الكوميسارية اللي دخلت لها خاصة ولاية الامل ديال دار البيضاء الكبرى بالليل، كلشي كيضحك عليا، كلشي كيقول لي واخيرا ابيضا رجلي مضروبه. هادشي كله حنت شنو درت؟ درت فيلم ما شفتوش، شفتو شنو بغاو يوريوكم اللي كاين بار انترنيت. حسبي الله ونعم الوكيل.